السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أولادي بناتي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. نصلي ونسلم ونبارك على الرسول صلى الله عليه وسلم. الصلاة على النبي يا جماعة، الرسول بيرد عليكم فيها. الصلاة على النبي بتنزل عليكم رحمات 10 بعد كل صلاة. الصلاة على النبي من القلب بتنور الوجه. الصلاة على النبي بتدي وقار للوجه، لوجه اللي بيصلي على النبي. الصلاة على النبي بتدي سكينة وهدوء، وربنا يرحمنا برحمته الواسعة يا رب. كل عام وأنتم بخير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نبدأ كده بسم الله الرحمن الرحيم. أنا عندي كنافة زي ما أنتم شايفين كده أهو، فتفتها زي ما انتم شايفين، وهنحط عليها معلقتين سكر بودرة ما شاء الله. هنقلبها كويس. الله اكبر. هنحط عليها مقدار كوباية من السمنة السايحة. انا حاطة زبدة على سمنة فلاح يا جماعة. مش هستخدم ايدي احسن. ناخد الحبة اللي فاضلين دول. نحطها بقى في الصينية ونرصها كويس ونرجع لكم كده حبايبي. الصينية ان شاء الله هندخلها على في الفرن على درجة 180، ولما تحمر بقى وتبقى شكلها زي القمر كده هنرجع لكم تاني، لان انا هعملها النباجي بالكريم كراميل ان شاء الله. كده حبايبي انا عندي كوبايتين من اللبن ان شاء الله، هنحط عليهم كيس الكريم بتاع الكراميل. هنقلبهم كويس. هنحطهم على النار ونرجع لكم ان شاء الله. واجي حبايبي صينيتنا طلعت من الفرن ان شاء الله، حاجة جميلة كده. انا عندي نوع كان عصير مانجا، انا حطيته على النار مع معلقتين سكر كده عشان اسقي بيها. بسم الله الرحمن الرحيم. كده عندي بقى الكريم كراميل اهو يا جماعة ان شاء الله. نسقي ما شاء الله. الله اكبر. الصينية تبقى جميلة جدا ما شاء الله. ان شاء الله تبرد شوية وهنحط لها المانجا دي، بس تبرد انها سخنة جدا. نشوفكم بعد شوية ان شاء الله. دلوقتي حبايبي هنرص المانجا عليها كده ان شاء الله. نكملها كلها ونرجع لكم ان شاء الله. ودي النهارده وصفتنا يا جماعه، الكنافه بالكريم كراميل والمانجا. اتمنى ان هي تعجبكم ان شاء الله، واشوفكم في فيديو قادم لو كان في العمر بقيه. وكل عام وانتم بخير، مولد النبي قرب،
صلوا على النبي كتير يا جماعة، هو شفيعنا يوم القيامة صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأشوفكم في فيديو قادم لو كان في العمر بقية.